بيدي لا بيدي عمر. قصتنا أحداثها حصلت في العراق، وبطلتها هي الزباء وبنت الأزرب. كان والدها ملك لمنطقة الجزيرة بين دجلة والفرات، وكان على عداء مع الملك جزيمة الأبرش اللي كان بيملك منطقة غرب شاطئ الفرات. كان العداء بينهم كبير جدا، فقتل جزيمة والد الزباء وتولت الزباء العرش. وما أن استوى لها ملكها وانتظم لها عقدها حتى قررت الثأر لوالدها، ولكن لو جيشت الجيوش وعدت العدة ما كانتش هتقدر على جزيمة. ففكرت في الحيلة، عدتنا ولا هنشتريها. بعتت لجزيمة رسالة قالت له: إني أرى في نفسي ضعفة ولا يصلح الحكم للنساء، وإني لا أجد لنفسي كفأ غيرك، فأقبل إلي ولنحقن الدماء واضمم سلطانك إلى سلطاني. لما قرأ جزيمة الرسالة لمعت عينه، وطمع في الملك وفي السلطان، وافق على الفور وجمع المستشارين بتوعه عشان يباركوا الموافقة ديت. وفعلا وافق المستشارين جميعا أن أقبل إلا واحد، قصير بن سعد، وكان ذكي وماكر. قال: إني أرى في ذلك غدرا بائنا، وأرى أن ترسل إليها، فإن صدقت أتت هي إليك. لكن جزيمة ما أخدش بالرأي ده، ولم الحشية بتاعته من بينهم قصير، وقرر إنه يذهب للزباء، وترك من خلفه ابن أخته عمرو بن عدي يتولى الحكم حتى يعود. وبالفعل أول ما وصل جزيمة إلى الزباء ملقاش العروس مستنياه بفستان الفرح، لكن لقاها مستنياه بزيها العسكري. كان معروف عنها أنها فارسة ومقاتلة، ومن حولها جيشها، فعرف إنها الخدعة. وقتل جزيمة وفر قصير هاربا، وتنبأ الكهنة للزباء أن مقتلك سيكون على يد رجل من تلك المنطقة. فتعمل إيه؟ أرسلت المصورين والرسامين لهناك علشان يوصفوا لها وصف دقيق لعمر ابن عدي عدوها الجديد، حتى إذا ما رأته عرفت. وبالطبع اتفق عمر وقصير على أن ينتقموا للملك بتاعهم، بس مش بالحرب، بالخدعة برضه. فأشار قصير على عمر: اكسر لي أنفي وأجلدني ومزق ثيابي وأذهب هاربا إلى السباء، أن عمر يعتقد أنني اتفقت معك على قتل خاله. وفعلا صدقت الزباء القصة، وآوت عمر عندها، وأحسنت إليه ووثقت به، حتى إنها كانت بتستشيره في أدق أمورها. عاش قصير هناك وصال وجال في القصر حتى عرف مداخله ومخارجه والمدخل السري المخصص لهروب الزباء عند الشدائد. لحد ما في يوم قال قصير للزباء: إني عندي بضاعة كتير في بلدي، حرير ونفائس، عايز أروح أجيبها وينوبك منها حاجة. وفعلا وافقت الزباء إن يروح قصير يجيب البضاعة بتاعته. طبعا أول ما وصل قصير عند عمر اتفق معاه إن الغرائر والسلال اللي بتكون موجودة على الإبل مش هتملأ بالبضائع، هتملأ بخيرة جيونهم ومن بينهم عمر. وراحوا بالإبل للزباء، وما أن وصلوا هناك حتى اشتبكوا مع الحراس، وعرفت الزباء إنها النهاية، وفرت هاربة من المخرج السري عشان تلاقي هناك مين؟ عمرو بن عدي. أول ما شافته عرفته، وتناولت السم اللي في خاتمها وقالت: أموت بيدي لا بيد عمر. وبكده يكون المثل ده بيتقال لأي حد بيقرر مصيره بنفسه، أو أي حد بيقرر إنه يهد أملاكه بإيده مش بإيد عدوه. أشوفكم الفيديو الجاي.